ايه ده؟ ايه الصداع ده؟ في جليتش حصل. وداني ولازم اضرب طبعا في كل مره بحاجه ما كانتش باينه اصلا. وداني ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ السلام عليكم، معكم تعب خدا، ودلوقتي هحكم لعبه سونيك ادفنشر 2. وقبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك في القناه، ويلا بينا نبتدي. طبعا هنبتدي بقى، نخش دلوقتي على تيم دارك بقى. طب ما هو الطالما بقى لو على كده، لو في الجزء الثالث بقى تقريبا جيم كيري مش هيرجع كايجمان، الايجمان هو نفسه اصلا مش هيكون موجود في الجزء الثالث تقريبا، يعني لسه مش عارفين. فده معناه ان ايجنت ستون هيعمل الحركه دي. اوكي، ايجنت ستون هو اللي يدخل بقى وكده عشان يحرر شادو بقى والكلام ده. يلا تلم، يلا تلم، ما يصحش كده. والمعقدني لحد دلوقتي ازاي هيكون شادو ليه علاقه بجان وكده، وهيعملوا ايه في ماريا وكده، ومع ان اصلا جان المفروض ظهره في الست الافلام دي من الجزء الثاني، مش من زمان، مثلا مش موجودين من 50 سنه. امال هيكون هيحصل، هتكون ماريا ماتت ازاي ولا ايه الاحصاء؟ هنشوف. افتحوا الباب. اي ام ذا ايج مان. ايه ده؟ هو ايه الصاروخ ده؟ المفروض اعمل ايه؟ ربنا يبارك لك والله، ربنا افتح يا ابني. نو فجر الدنيا. تخيلوا بقى، نشوف المنظر ده. نشوفوا ايه؟ ما احنا شفناه في الجزء، في اخر الجزء الثاني. ايه اللي انا بقوله ده؟ شفناه بطريقه ثانيه. صحي النوم، صحي النوم، صباح الخير. يا اجمن ده، يعني الاضاءه جايه قويه، يعني لو في الضلمه اقول لك ماشي اعذرك، بس الدنيا منوره، يعني حضرتك شايف انه اسود يعني. ايه ده يا ابني؟ ما تعرفش كده، بيتك تتخلع يا شادو. اوعى امسك نفسك. نعم شادو بيطير. امال ليه هو مش بيعمل كده دايما؟ مش عارف، حاسس ان هو بيعمل كده اوقات معينه، بس مش يعني دي مش حركته دايما. هو مش ده اللي سونيك واجهه؟ هما ما اتعلموش يعني، فاكرين ان ده هيمنع يعني جمع خواتم الاول. استنى يا عم بقى، طب اديني فرصه اتحرك الاول. لا انا كنت عارف ان انا ما كانش اتحفن، كان المفروض اخد خاتم. انا كان المفروض اخد خاتم، بس ليه انا بقى بحب اتحرفن؟ معلش. ايه يا باشا؟ يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا انت حصل يا ابني. استنى، ايه ده يا ابني؟ بتخمني من اولها كده ليه؟ اوكي احنا هنطول قوي هنا، اعذروني بقى. ايه ده؟ هو عنده شاله سبايدر مان هنا؟ سبايدر مان بيسوق البتاعه دي. انزل. ايوه خليك محترم كده، خد يلعن ابو اللي خلف. استنى يا عم بقى، اصبر. ممكن تصبر. خد يا لا يا جدعان، احنا في اول حلقه يا جدعان، يعني ايه الهبل ده؟ لسه في اول بوس. ممكن اعمل كده، قشطه. لو كده بقى الموضوع اسهل. بلاش اقول كده دلوقتي عشان هتبهدل تاني وهصوت وهقول ياما الحقيني ياما. Stronger than expected. عليك انت ده انت موتني ثلاث مرات. Stronger than expected. بس كده اخيرا. بقول لك ايه، الباثيتك هيومن اللي انت تقول عليه ده اللي خلاك تكسب. خد بالك بس، هو برضه اللي خلاك تخسر ثلاث مرات يعني. مالها ارك؟ مالك خطيت لي يا عم؟ براحه يا عم على المكنه بتاعتك يا عم، مالها ارك يعني؟ عامل ارك ارك يا لهوي ارك يا ابني. لا انا لسه ما خدتش النضاره بتاعت النكلز، ما خدتش بتاعت النفس اللي في رقبته. طب لوز وكده، ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ هو في واحد كان بيتخانق من لوز ولا ايه؟ في واحد بيتخانق من لوز، والله. بس في هنا شويه اليين كده بيهددوا السلحفه الغلبانه دي، تعالى يا ولاد الذين. سيبوا الحلزون السلحفه، سيبوا الحلزون. ده ثلاثه زي انت اللي عمالين يخنقوك من لوزك. الاول ادور على ماستر، على القطع هنا، ربنا يستر يعني. انا عارف انا مش كويس خالص في الحلقه، في كده. نعم فينها دي؟ ايه ده؟ بقول لك ايه يا باشا، استعباط. لا انا ما بحبش استعباط انا. هي فين؟ فين انا؟ بقول لك ايه، لا يا جدعان، ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ حق علي انا ارفض بقى، معلش انا سبعت. اللي بيخنقوكم لوزك، تعالى وصلني يا ابني. ما خنقتكش انا من لوزك المره دي، انت بقى بتتلكك بقى. اهي موينك، اهي. ايه ده؟ ايه يا جدعان ده؟ السهوله دي؟ هصطف دقيقتين جديده دي وخد ختمين. واو. بس يا وليه انت منظر واحده بيرفكت يعني، اتكل على الله بس. عشت بكره المكان ده برضه. يعني الهرم ده هرم انت اخترعته ولا انت عملته جوه هرم عادي ولا ايه النظام؟ اعتقد هرم هو اخترعه، بس هو ما قالش ان هم يا اخدت لايف في الاخر، غرقت. غريبه صح؟ ده ما تعتقد يعني ان هو اكيد يعني في هرم هو بناه، عشان هو ما قالش انه مثلا
مثلا ما قالوش ان هم في مصر مثلا ولا حاجه، هيكسفونا على الفاضي يعني. ايه انا مستعجل ليه؟ انا احمد بران، احمد بران. انسى انسى الايه يا حوده، انسى الايه، انسى الايه، انسى انسى الايه، مش الايه. ايه عشان كده بكره الحلقه دي، ولازم طبعا في كل حلقه لازم اتضرب على الاقل مره. احنا متعودين على كده، متعودين على كده من اول سونيك سير ناكلز، لازم في كل حلقه لازم اتاذي مره. هنتعب قوي هنا. يلا بس كده، يا لهوي احسن. That was too close. Too close ايه؟ انت خسرت اكتر من مره يا عم، خليها ساكت. Mysteriously, the only thing that was stolen was the Chaos Emerald. سبقتها يا عم انت، اهدى. The suspect was identified as the world renowned hero. ايوه ايوه استعبطوا يا اخواتي، استعبطوا. الكاميرا هي موضحه ان لونه اسود. استعبطوا يا اخواتي، استعبطوا. ما هو يعني هو انت كنت مقتنع في الاول؟ يعني لما كنت شفت شادو كنت هتقتنع؟ انت عجيب قوي. سايونارا شادو ذا هيدجهوج. ما تجيوش كنتوا مثقفين يعني، فتقولوا سلام، ما تقولوا جود باي فور ايفر زي ما بيقولوا يعني. مش يعني خلاص اليابان عاملينها يبقى خلاص ريفنج. ايه ريفنج ايه يا ابني؟ اهدى انت كمان، يا لهوي. وانا حاسس، انا ليه حاسس ان هم بيدمروا المدينه ومش بيدمروني انا؟ لهوي ايه، انا عايش، انا عايش. اوه يعني لسه يا عم ادخل يا عم، انا عايش، انا لسه عايش. ايه ده؟ ايه الصداع ده؟ في جليتش حصل. وداني، ولازم اضرب طبعا في كل مره بحاجه ما كانتش باينه اصلا. وداني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا مفتري، ده هو ده عمال يضرب فين من ساعتها؟ ايه ده؟ سونيك تيم. يلا مفتري يلا. هو ده شربه؟ ايه ايه ده؟ حاجه غريبه حصلت. انا لسه لما كنت بقول ان هم بيدمروا المدينه بدل ما يدمروني انا، فاهم؟ هم قالوا طب هو هندمرك انت اهو، اما هم كلهم ركزوا عليا انا بقى. استاهل صراحه، استاهل استاهل. اوعى اهو خد، انت لازم تتضرب. ويا باشا محافظ حد هنا، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وتقول تحت التعليقات عايزني العب ايه تاني، سواء سونيك او اي لعبه تانيه. ويا بس كمان كنت بتاع الحدى، ومع السلامه. الله عليا، لسه بعرف اظبطها، انا جامد.